موجود أفران؟ أفران، إيش عنده مشكلة أفران مع الحاسبة؟ ما أعرف، السوفت وير قال لي راح أشيل أفران وأطلعه من عندك، يعني ما أعرف، راح عنده مشكلة، ليتس فوت مكتب. أوكي. So today we are going to speak about, let me just close, okay. Today we are going to speak about flat slab. ايش؟ راح اليوم نحكي عن موضوع الفلات سلاب، اللي هو ما المقصود بالفلات سلاب؟ هو اجزاء من الابنيه اللي ما راح تكون حول السلاب بيم، يعني ما تكون سبورتد بيم يشيل هذا السلاب. So flat slab is a slab which is there is no beams that can resist or can carry the slab. So the beam, the slab without beams, let's say. يعني هذا السلاب راح يكون ايش؟ بدون بيمز يشيله. اكو فقط سلاب يقعد وين؟ فوق كولوم. The slab will sit on the column directly. So this is the conventional slab. هذا السلاب التقليدي الموجود. سلاب موجود، من يشيل السلاب؟ يشيل بيمز باتجاه الاربعه اذا نحن عم نحكي على هذا السلاب الموجود بالوسط. البرزنتيشن واضح يمكن يا شباب؟ نعم دكتور. نعم. طيب هذا الكونفنشنال الاعتيادي، هذا بعدين راح نحله، اخر شيء راح ناخذه بالتوبيك مالتنا هذه اللي هو المحاضرات الجايه، كيف راح نصمم هذا السلاب عندما يكون معنا فيه. النوع الاخر سلاب عندما يكون هذا السلاب سبورتد باي كولومز. يعني هذا السلاب يكون مسنود من قبل الايش؟ من قبل العمود مباشره. هالحاله ليش نعمل، ليش نلجا نحن حتى نعمل هذا الطريقه من الفلات سلاب؟ نلجأ اللي هو حتى ايش؟ حتى لا يصير عندنا فقط عوارض اذا نريد نخلي تمديدات صحيه، بوارئ، تكييف او مشاكل ذلك، ماكو اي مشكله نطلق نحطهم بشكل مستمر بدون ما يصير عندهم ايش؟ قطوعات، يعني هذا يسميهم يو سكشن حول ال شو اسمه. بالاضافه الى انه تكلفه القالب الخشبي راح تكون اسهل، بس هون السوبر سلاب راح تكون، شوفوا اذا شوفوها هاي بالابنيه عاده تشوفون سلاب فلات سلاب ان ذيس واي. سو هذا فلات سلاب، شوف السلاب مباشره في هذا الشكل بالدائره الحمراء، وين تنجلس؟ تنجلس على الكولوم مباشره، الكولوم مشروع دائري. بالعاده هذا نشوفه يلجؤون الى هاي النوع من السلاب بالكار باركينجز اريا، يعني عندك اذا بنايه متعدده الطوابق تعملها ايش؟ موقف للسيارات ممكن تعمل. وي كان يوز فلات سلاب effectively in multi-story car parking buildings. So in another case, if you can see this one, there's a drop. هذا بينو ايش؟ قد شيء سلاب بسيط فوق الكولوم، مثل ما تشوفون هالمكان هذا. سلاب بسيط فوق الكولوم. وبعدين اكو السلاب، اي سلاب. So هذا الدروب اشنو فائدته؟ هذا الدروب يزيد مقاومة الشد أو مقاومة القص الموجود في هذا المكان. ليش؟ This will increase the shear or punch shear capacity of the slab. يعني راح يزيد ايش؟ البانشنج شير، حتى ما يصير اختراق، يعني ما هذا الجزء ايش بينه يخترق ويسقط. ليش؟ لأنه هاي المنطقة ضعيفة وقعدت على منطقة صغيرة اللي هي الكولوم. طبعا قد يكون هالشكل مثل هذه سلاب، فلات سلاب. هذا دروب بانل مثل ما تشوفون، وهذا يسمونه كولوم كابيتال او كولوم هيت، يعني بيشكل مثل رقبه شويه كبيره، حتى ايش؟ حتى لا يصير بانشير، حتى لا يصير ايش؟ اختراق نتيجه الايش؟ القص. هسه راح نحكي على البانشير بعد شوي. So we are going to cover the بانشير after some time. So another type of it could be there is column capital or column head but there is no drop. Then هذا drop. شوف هذا بينه اثنين دروب وبينه كولوم كابيتال او كولوم هيد، هذا بس بينه كولوم هيد، ايضا ممكن نشوفه في مكان ما. طبعا هذا الكروس سكشن مالت اذا اخذنا له هذا السكشن اي اي مثل ما تشوفون هذا المكان. So we are going to see the column and we are going to see the column capital or column head اللي هو شويه كبير، وبعدين يجي يقعد السلاب. ليش الغايه منه نعمل بهالطريقه هذه؟ حتى نزيد ايه هاي المساحه. شوف هاي مباشره الكولوم لو حطيناه على السلاب الكونتاكت اريا راح يصير هالمكان هذا بس.
الكونتاكت اريا فقط راح تصير هاي، يعني الستريس راح تركز وين؟ راح يتركز فقط بهالمكان، هاي الاسهم الصغيره. بينما لو كبرنا له هذا حطينا له هذا الهيد الستريس اللي راح يتوزع، ايش راح يجي؟ راح يتوزع بهالطريقه، هذا اللي يجي عليه. فالمساحه ايش بيها هون؟ كبرت، يعني افضل من ما اخلي هذا الكولوم مباشره على السلاب مباشره. واضح؟ الطريقه الثانيه اللي هي ايش اعمل؟ يكون عندي دروب مثل هذا الموجود، سلاب صغير مثل هذا الموجود هنا، اخلينه فقط فوق العمود، اخلينه فقط فوق العمود. وايش يزيدني؟ يزيد لي ايش؟ هذا السمك مالته، يعني السلاب سمكه ما راح يصير هذا السمك البسيط، فوق الكولوم راح يصير سمكه سميك، وهذا السمك مفيد حتى يقاومني قوه القص او البانشي. شوف هذا اذا كان اكو معانه هيد، طيب اذا ما كان اكو معانه هيد، شوف هذا دروب مثل هذا دروب، دروب هذا بس ايش اكو معانه؟ اكو معانه كولوم مباشرة، يعني هذا ايضا ممكن، يعني بس افضل واحد منه هذا، هذا احسن واحد. ليش؟ لانه يوزع السلاب على الدروب، بعدين من الدروب على الهيد، بعدين من الهيد على الفرق، يعني بالتدريج يجي. طبعا هذا ايضا جيد، هذا يعني شويه واحد يحاول يتجنب، او ايضا جيد بس احسن من ايش؟ مباشره تقعد السلاب فوق الكولوم. الكود اعطانا ليميتيشنز فور دروب، هذا المنطقه اللي تنزل فوق العمود اعطانا بينه ليميتيشن. ايش قداته هذا الليميتيشن؟ قال لك فوق الكولوم تجي من هون اكس قيمه اكس 1، ايش قداته قيمه اكس 1؟ قيمه اكس 1 هي يعني حدد لك هي ال اكس 1 على 6، يعني هذا هذا الفضاء على 3 وتحطوا ايهم على 6، وهذا الفضاء على 3 وتحط ايهم. طيب لو كانوا متساويين هاي الفضاءات، يعني ال اكس 1 مثلا خلينا نقول هاي 6 متر وهذه 6 متر، ايش قد راح يصير هذه من هون؟ هذه ال على 6، ال على 6 معناته ايش قد راح يصير؟ يعني ال على 3 من هون الى هون. واضح؟ اذا كانوا متساويين وال على 3 ايش قد معناها؟ يصير 2 متر. طبعا 2 متر هو المينيموم، ممكن ناخذ 2.5، طيب بس اقل من 2 لا، انا يعني ممكن ناخذ 2 22 210 2.5 ايضا ممكن، وناخذ 2 ايضا ممكن. طبعا بالواي دايركشن نفس الكلام، راح يكون بالواي دايركشن. طبعا هذا الكومباريشن راح يقول لك ايش الفرق بين الايش؟ الون واي سلاب، تو واي سلاب، اند بالبيهيفير مالك. شوف الون واي سلاب راح يكون الحمل وين يتوزع؟ يتوزع باتجاهين، باتجاه القصير فقط، باتجاه الطويل ايش نحط؟ reinforcement to sustain ايش؟ thermal changes، التغيرات الحراريه في المحكمه. التو واي سلاب بعدين راح ناخذها بالمحاضره الجايه، انه الحمل يتوزع على البيم، ومن البيم بدي نصمم البيم وبعدين نصمم السلاب. يعني عندنا خطوه قبل هذه، قبل لا نصمم السلاب لازم نصمم البيم، مش اشقد البيم يشيل من هذا المومنت والباقي يشيله السلاب. بينما بالفلات سلاب اكثر اللي يشيله منه هو الفلات سلاب نفسه اللي يشيله. طبعا الفلات سلاب سوتبل فور سبان 6 الى 7.5 متر. With live load ايش قداته اللايف لود مالته؟ 2.8 الى 4 الى 5 تقريبا كيلو باسكال. 5 كيلو نيوتن. طبعا هذا الادفانتج مالته اشنو؟ لو كوست، يعني كلفه مالته فورم ووركس مال القوالب الخشبيه راح يكون قليل. اكسبوزد فلات سيلينجز، هذا راح يكون ايش؟ السقف مالته ايش راح يكون؟ المكشوف راح يكون فلات عدل. فاست كونستراكشن، بناء سريع، فاست سريع. ليش؟ انه كل طابق بس تحط افقي وتحط الفلات ستاب وتحط العمود بدون بيز، لان هذا البيم ياخذ وقت على ما تعمل الريفورسمنت مالته والحلقات وما اعرف ايش وتنزل. ديز ادفانتج ايش؟ هاي اللي حكينا عليها بالبدايه، انه لو شير كاباستي. الشير راح يصير مشكلة عندنا بينه، راح يصير عندنا بينه من يصير عندنا سلاب مع اتصاله مع ايش؟ مع العمود. هاي المكان في هذا المكان راح يكون ايش؟ صغير، فالشير علينا راح يكون عالي. فايش احتمال؟
احتمال هاي المنطقة كل الإسلاب يقع من هون، وهذا أيضا يقع من هون، يظل فقط العمود مع إيش، مع جزء بسيط من الإسلاب فوقه. So low stiffness notable deflection. والستيفنس مالته مال الإسلاب إيش راح يكون ضعيف، يعني الإيش الصلابة من هذا العضو راح يكون ضعيف، بالإضافة إلى notable deflection يعني الإيش التشوه مالته راح يكون واضح، ممكن تشوفه بالعين ما بالعين يكون شوي يكون أصلا. طبعا فلات سلاب أيضا إذا كان عندك فضاء من 6 إلى 9 متر suitable when life load من 4 تقريبا إلى 7 متر also يعني advantage مالته low cost formworks export for flat ceiling fast enough مكان need formworks for capitals and panels. هون لازم نحتاج لازم من يعبر عن 6 متر من الضروري المكان نحط كابيتال اللي هو ايش، قلنا كولوم هيد او الدروب هذا الجزء البسيط اللي نسله ليش، حتى نزيد البانش شير كاباسيتي حتى لا يصير الكولوم ياخذ جزء بسيط من السقف وينكسر والباقي ينزل اللي حكينا عنه. طبعا اذا كان ويفر سلاب suitable for 9 الى 15 متر، الويفر اشنو مرات تاخذون كيك يقول لك هذا ويفر اللي هو بين طبقتين يعني الطبقه الوسطيه راح يكون بها فويد ايضا هذا ممكن من 9 الى 15 متر سبان من 4 متر تقريبا 4 كيلو نيوتن بير متر سكوير يعني كيلو باسكال الى 7 تقريبا كيلو باسكال يعني كيلو هيفي لودز attractive exposed ceilings يعني attractive ايش يعني يعني مثير للاهتمام يعني واحد من يضحك عليه انه شكل من جوا كلته ويفر مربعات حلوين ممكن يعني احلى من ما تكون فلات فاست ايضا فاست disadvantage formwork with panels is expensive يعني لانه راح يصير فيها panels من جوا مربعات واحد من يضحك عليها راح تكون القوالب الخشبيه مالته comparison for one slab to two way slab. هذا شوف ال one way slab هذا اذا كان قيمه ال deflection يعني كنا اخذته بالمقاومه deflection مال uniform distributed load beam ايش قد يطلع uniform distributed load deflection راح يطلع 5 W اي هاي المسافه من هون الى هون على 4 على 384 اي اي هاي كنا اخذتها بالمقاومه. طبعا ايضا بالاتجاهين فلازم بهاي النقطة الوسطية اللي نحكي عليها راح تكون ايش الديفليكشن لو اخذنا بهذا الاتجاه راح يساوي لنا ايه هذا العفو لو اخذناه بالاتجاه الاخر هذا الديفليكشن راح يساوي لنا ايه هاي القيمة. فهذول الديفليكشن المفروض في النقطة الوسطية متساويين. طيب اذا تساووا ساويناهم وراح نرجع ايش بس احد على ايات مبشر بده تفوتوا ما اعطيك ايش قصته ما قدرت معنا بعثوا لي الرابط اللي عندكم يا شباب. اذا احد عنده رابط صحيح راح تطلع لنا علاقه بين بي واي. بي عباره عن المسافه بهالاتجاه وبهالمسافه بهالاتجاه. لو اخذنا انه بي يساوي لنا 2 من اي حتى يصير 1 واي سلاب حتى ايش حتى الحمل يروح فقط بهذا الاتجاه يعني خلي مين رينفورسمنت في هالمكان وتخلي التسليح الثانوي مال الحراري بهالاتجاه. شوف ايش راح يطلع الدبليو الدبليو اس بالشورت دايركشن راح يطلع 16 مره قد الدبليو باللونج دايركشن. يعني اللونج دايركشن اذا كان بس ضعف يتحملوا بس دخل حد يدخل لنا دخلت آية آية دخلتي
شوف بس إذا إذا بس اعتبرنا ضعف المسافة هذه، لو بس أخذناها هذه 2 أي، هاي المسافة يعني بي يساوي 2 أي، راح يطلع لنا قيمة الـ W الحمل اللي راح يتحمله بالـ Short Direction هو 16 مرة قد الحمل اللي يتحمله منه بالـ Long Direction، حتى يصير إيش؟ نفس الشيء. لهذا هذا يصمم كـ One Way Slab وليس Two Way Slab. طبعا إذا كان أقل من 2 يصمم كـ Two Way Slab. كما تشوفون هذا التصميم راح يكون One Way Slab. فالحمل إيش راح نعمله؟ نجمعه ونحطه باتجاه واحد على سبيل المثال، راح تكشف عنه بالمثال. فالدبليو الموزع، شوف هذا دبليو راح يكون كيلو نيوتن بير متر سكوير، لازم نضربه بالبعد الاخر وبعدين نعمله ايش؟ يونيفورم ديستريبيوتد لود لاين لود كيلو نيوتن بير متر، وبعدين نضربه دبليو ال سكوير على 8. هذا ساح اشرح لك بالتفصيل حتى ما فهمت معه مشكله. الاتجاه الاخر ما راح يكون نفس الكلام بس بالاتجاه الاخر باتجاه فيه. هذه يعني حتى لو ما فهمت ما اشكال لسه فهمت. سو هذه راح نقسمه الى ايش؟ الفلات سلاب. بما انه ماكو بيم فوق الكولوم راح يكون جزء من السلاب يعامل معامله البيم اللي هو يسمونه كولوم ستريب. هذا الجزء يسمونه كولوم ستريب، اي هذا هذا تشوفون هذا راح يعامل معامله بيم، بس هو سلاب بس راح اسلحه كتسليح بيم. طبعا هذا بهالاتجاه، والثاني هذه ايضا راح يكون بيم. هذول اللي شفتون بالاحمر راح اسميهم ايش؟ كولوم ستريب. راح اسميهم كولوم ستريب. الجزء الوسطي هذا راح اسميه ايش؟ راح اسميه ميدل ستريب اللي هو الوسط. طبعا هذا باتجاه الايش؟ باتجاه الاكس، باتجاه الواي نفس الكلام. هذا ايش راح يكون عندي؟ كولوم ستريب، وهذا ايضا كولوم ستريب. اوكي، ظل منو عندي؟ ظل عندي هذا الوسطي من هون الى هون، راح يكون ايش اسمه؟ ميدل ستريب باتجاه واي دايركشن. فشوف هذا هسه كولوم ستريب، هذا كولوم ستريب باتجاه اكس، كولوم ستريب 2، هذا كولوم ستريب باتجاه الواي 2. شوف اذا هذول وحده فوق اللف قعدناها راح ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا هون دائرة، هاي الدائرة قطرها نفس القطر، يعني سواء كان اي هذا. هسه بعدين افهمكم كيف نحسب الكولوم ستريب عرض واشهر. طبعا هذا العرض ما له اشهر نحسبه، ناخذ شورت دايركشن ونقسمه على 2. يعني اذا كان مثلا خلينا نقول هذا 6 وهذا 5. من كولوم في كولوم. الشورت دايركشن من عندنا؟ عندنا 5. فراح ناخذ الخمسه نقسمها على 2 راح تطلع لنا 2.5. راح نقول هذه 2.5 وهذه 2.5 تمام؟ وهذه ايضا 2.5 حتى لو باتجاه العمودي. وهذه ايضا 2.5. ظل عندي ايش بقى؟ عندي 5 الى حد هون ايش قد؟ 1.25. ومن هون ايضا 1.25. وهذه كل الاشغال ذاتي من هون الى هون 5. فاذا 5 الى 4. فاشغال بقى عندي 1.25 هون، عندي 1.25. وهون 1.25 صار 2.5 ناقصا 5 اشغال بقى؟ بقى 2.5 في الوسط. اللي هو من هون لحد هون. اوكي؟ طيب بهالاتجاه شوفوا ايش قد بدات المسافه؟ 6 متر. طيب هذا 2.5 نصه من هون الى هون 1.25، وهون 1.25 صار 2.5. 2.5 جمعته عندي 6 ناقصا 2.5 ايش قد يصير؟ 6 ناقصا 2.5 ضل ايش؟ 3.5. فالعرض مال الكولومز مال الميدل ستريب ايش قد صار؟ صار 3.5. بهالطريقه راح ارسم المعنى. اوكي؟ هذه لازم نعرفها. وليش طلع عندي الكولوم هيد تصميمه شلون؟ الكولوم هيد عندي لازم اي هذا اكبر من مينيمم سلاب ثيكنس للفلاتس 125 ملي. يعني ما يصير تخلي 10 سنتي نهائيا. الكود قال لك اقل شيء 125. طلع عندي الدروب، الدروب ايش قد يكون؟
يكون هذا الرقم دي على 4 اكبر من دي على 4. خلينا نقول مثلا هذا كان 200 دي على 14 يصير 50، فهذا اكبر من 50. يعني هسه اذا كان هذا 200 لازم هذا ايش قد اخذه؟ 50 ممكن، بس انا ايش قد اقول؟ 50 70 75 يفضل يعني شوي نزيد او 100 ماكو مشكله. استاذ ممكن تعيد لها اخر فقره؟ اوكي. لو افترضنا انه اقل سمك مسموح بينه للفلات سلاب هو 125 ضل ايش؟ طلع عندي هذا الدروب اللي ينزل الدروب، كان هذا الدروب ينزل. طبعا هذا الشكل هسه ارسم لكم بالورقه شلون، عباره عن مثل باكيتش خاطئ ينزل من السلاب. هذه النزول مالتها سمكه ايش قد النزول؟ اكبر من دي على 4. طيب لو كان هذا 200 دي على 4 ايش قد صارت؟ صارت 50. انا ما اخذ 50، اخذ شويه اكثر من 50، فممكن اخذ 50، بس يفضل انه اخذ اما 75 او 100 حتى ايش؟ حتى ازيد يعني ناخذ اكبر حتى حتى ازيد المساحه. اوكي. طلع عندي هذا الكولوم كابيتال، هذا الكولوم كابيتال ممكن اجرب زاويه ايش؟ زاويه وين صار؟ زاويه 45 اجربه من هون لحد ما يتقاطع مع هون، يتقاطع مع هون، وحدد الكولوم كابيتال بزاويه 45. طبعا ايضا راح من اللي بدي، اذا انت جاك تصميم حاليا كيف راح تبدي التصميم؟ اولا لازم تحتاج تعرف دايمنشنز وتعرف كونكريت سترينث وستيل سترينث. طبعا اول خطوه هو without panel or with drop panel. اذا كان drop panel هذا مثل هذا راح يصير فيه شيء ينزل من drop، هذا حكينا عنه شوي تصميم. طبعا اذا كان with drop panel راح ايش ننظر على شغله اصل ثانيه اللي هو اليلد سترينث مال ستيل ايش قد. في الغالب نحن عندنا اي هذا الرقم 414. راح ايش ننظر؟ ننظر على الايش without edge or without end beam or interior panel. انا دائما انظر الى وين؟ الى interior panel. ليش؟ والاكستيريور. ليش انظر الى interior والاكستيريور؟ لانه اي فلات سلاب لازم راح يصل مرحله اكو بينو اكستيريور، يعني مستحيل ما راح يكون بينو with يعني اكستيرنال، لازم راح يجينا في مكان بينو اكستيرنال. فممكن اخذ ال على 33 او ال على 36، اشوف اي ما هو الاقل، اي ما هو العفو اكبر، انا اخذ اكبر من اكبر واحد. هذا اللي انه ايش؟ هذا مينيمم، هذا مينيمم. يعني انا اشوف هذا الرقم ايش قد يطلع لي، سواء كان اي هذا ولا اي هذا الرقم، يعني ال على 36 او ال على 33، من يعطينا اكبر رقم؟ واحد بهما يعطينا اكبر رقم. استاذ هو مو المفروض ال على 33 يعطينا اكبر؟ ايه بالضبط، يعني ناخذ ال على 33 يعطينا رقم اكبر، تمام؟ طيب اعطانا رقم اكبر، هذا الرقم يكون مينيمم، لازم اختار لي فد رينفورسمنت اكبر من هذا، او العفو فد سلاب ثيكنس اكبر من هذا، سلاب ثيكنس اكبر من هذا. يعني مثلا خلينا نقول اخترنا له ال كان 6 متر، 6000 تقسيم 330 او تقسيم 33، 6000 تقسيم 33 راح يطلع عندكم ايش قد؟ 182. نحن ايش قد ناخذ؟ ناخذ اكبر من هذا الرقم، لانه هذا القيمه اللي حتطلع لنا هي المينيموم، فناخذ 200 مثلا او 225. واضح الكلام؟ وايضا لازم ننظر الى ايش؟ ننظر الى اللايف لود، اذا كان اللايف لود علينا عادي والديد لود عالي ايضا ممكن نزيد اكثر بعد، يعني نزيد 50% عن هذا الرقم اللي اضربه في 1.5. اوكي؟ طيب اذا كان without drop panel، هذا راح الفين، اذا كان without drop panel يعني ما بين drop panel، مجرد الكولم راح يقعد يمين على السلاب. شوف القيم هون راح تطلع اكبر، يعني السلاب ثيكنس راح يطلع اكبر اللي هو ال على 30 راح ناخذ. خلينا نقول اذا عندنا 6 متر 6000 على 30 راح يطلع لنا مباشره 200. انا ما اقدر اخذ 200، لازم ايش اخذ 225 او 250 حتى استعملها. هذه المينيمم ثيكنس فور سلاب. اوكي؟ طبعا تنتبهون علينا بالامتحان جدا.
طيب هذه ايضا راح اغطيها بعدين، ما اريد اخذها الساعه. راح ناخذ هذا التيبيكال ديستريبيوشن فور مومنت فور فلات سلاب. نجي ناخذ الدايركت ديزاين ديزاين ميثود. ايش عندنا؟ عندنا كميه المومنت اللي راح تجينا راح نحسبها بهذا القانون. هذا دبليو كيو هي دبليو كيلو نيوتن لكل متر مربع. اذا ضربناه في ال باتجاه اللي نريده نحن راح يسوي له هي ايش؟ دبليو اللي وزن اشرب راح يكون كيلو نيوتن بير متر واحده. تنضرب في ايش؟ في ال سكوير على 8. ليش ال سكوير على 8؟ انا اعتبرها سمبلي سبورتد بي. اوكي، عم بسطها، بس هي بالحقيقه ما سمبلي سبورتد بي. فلهذا هذا المومنت راح ايش؟ راح نوزعه، راح نوزعه الى بوزيتيف 35% ياخذ، ونيجاتيف مومنت ياخذ 65%. بعدين يجي البوزيتيف مومنت يتحول الى ايش؟ الى 60% بالكولوم ستريب، والميدل ستريب اشقد 40%. نجي النيجاتيف مومنت يتحول الى ميدل ستريب 25%، الكولوم ستريب اعلى رقم راح يجينا. اوكي، الى حد هون وينتهي هذا. هذا ما لكم دخل بينه، لانه هذا ما سلاب اذا عندي بيل لحد الهوني مع نحن هذا ما لكم دخل بينه صح، لان هذا السؤال لحد بس هذه القيم. ما راح ناخذ المثال ايضا راح تفهمون هاي القيمه. مجرد هسه اطلبوا منكم بس خذ سكرين شوت على هذه تليفونك حتى تخليها قدامك، او اذا بالحاسبه خذ سكرين شوت لهذه شو اسمه الصوره وحطها قدامك، لانه بعدين من اسالك على الفاكتورات المفروض تجيب لي اياها. واضح؟ طيب ظل عندي ايش؟ ظل عندي الشغله الاخيره اللي لازم اشيكها اللي قلت لكم علينا. هذه عندما اخلي الفلات سلاب على الكولوم لازم اتجنب هاي الحاله تصير عندي، انه الكولوم يبقى مع جزء من السلاب، وايش يسقط؟ يسقط السلاب الباقي نحو الارض او نحو الطابق اللي يليه. فحتى اخلص من هذا الشيء لازم اشيك ال1 واي شير و2 واي شير. ال2 واي شير هذا قانونه دي، لازم سمك هذا السقف في هذا السمك شيك دي لازم يكون اكبر من هذا الدي 2 اذا كان 2 واي سلاب. لازم يكون ايش؟ اكبر من هذا، لازم يكون هذا، لازم يكون عفوا بالعكس، هذا لازم يكون اكبر من هذا الدي اللي هو 4 2 واي. ليش؟ لانه هذا الكاباسيتي يعني يصل الى حد هون هو ايش؟ هو سعيد. طبعا هذا الفاكتور ايش قداته؟ هذا الفاكتور ايش قداته ماشير؟ نفسه ماشير اللي اخذناه 0.75. ظل عندي لندا، لندا عباره عن واحد. ظل عندك الفي، هسه نقشعمين نحسب الفي، راح اعطيك الفورمولا عشان نحسبه بالمثال. اف سي برايم اللي هي مقاومه الخرسانه، بي نود عباره عن طول اي هذا، هذا من هون الى اي هون زائدا من هون الى اي محيط اي هذا. فاي زائدا بي في 2، اي زائدا بي في 2. ليش؟ اي يمشي على هذا، يعني اي يمشي بالضبط اذا رجعنا على هذا الشكل، اي يمشي هون على محيط اي هذا، هذا بي نود اللي هو قطر هذا الاطار. طيب اذا كان 1 واي شير راح يكون نصف هذا دي، راح يكون نصف هذا اللي هو 6، ما مكان هذا راح يكون 6 في 2 ايضا 5.75 لندا اف سي برايم بي نوت. بي نوت هون راح يكون 1 متر. هسه راح نحكي بها ليش ناخذها بالمثال، لانه يعني هذه ايضا نشرح لكم علينا قيمه البي نوت اذا كان مستطيل ما كان مربع. راح ناخذ ايش؟ الكولم اذا كان مستطيل نحسب الباراميتر معه كيف نحسب الباراميتر. هسا الخطوات الحل راح يكون ايش؟ اول شيء استيميت سلاب ثيكنس، لازم نقدر قيمه السلاب ثيكنس تو ميت ذا كود ريكويرمنتس، نجيبه من ايش؟ من الجدول. النقطة الثانية ديترماين ذا ديبث ريكوايرد فور شير، لازم نشيك الشير سواء التو واي شير، البانت شير والون واي شير. وبعدين كالكوليت ذا بيسك مومنت، نحسب المومنت الاساسي تو ريزيست ذا تو ان تو دايركشن، يعني كميه المومنت راح تحمله اكس دايركشن وكميه المومنت راح تحمله واي دايركشن. بعدين استيميت ذا برسنتج اوف ستاتيك مومنت ات ذا بوزيتيف اند نيجاتيف فور ذا يعني بتوين كولوم اند ميدل ستريب، من راح يشيل اكثر ميدل ستريب. وبعدين اخر شيء سيلكت ذا رينفورسمنت، نختار حديد التسليح. خلينا ناخذ هذا المثال ونشوف شلون ممكن نحله.
طبعا لسه اذا تابعتني يعني جزء يعني شو عن المساله بس هسه من راح تشوفوها بالحل راح تكون المساله حل اسهل مما تتصورون. خلي بس اوقف التسجيل حتى الفيديو لا يصير فيه كثير ومن التسجيل مشكله.